محطة جديدة في طريق الحفاظ على درع الدوري. النادي الأهلي يواجه زد في الجولة الثانية لمواصلة تصدر جدول الدوري المصري الممتاز، وقطار الأهلي يسعى لمواصلة المشوار الناجح تحت قيادة مارسيل كولر. انتظرونا وتغطية حصرية لكواليس الفريق وتحليل فني شامل للمباراة مع نخبة من نجوم التحليل: الكابتن هاني رمزي، الكابتن عماد النحاس، والمحلل الفني محمد الباز، وفقرة الحالات التحكيمية مع المحاضر الدولي ناصر عباس، في ضيافة أسامة حسن في استاد الأهلي في الأوقات التالية على قناة الأهلي.